نشرتنا بأخبار انطلاق فعاليات الدورة 27 الأيام قرطاج السينمائية بالفيلم التونسي زهرة حلب للمخرج رضا الباهي وبطولة هند صبري. دورة أيام قرطاج السينمائية تتزامن مع احتفال تونس بمرور 50 سنة على تأسيس المهرجان، وحسب البرنامج فإنه الدورة هذه باش تسجل عرض 322 فيلم بين روائي ووثائقي وقصير، وباش نتعرفوا أكثر على الأجواء باش نرجعوا في رابط مباشر مع مبعوثنا أمين الطبيبي. في قصر المؤتمرات، اما الحقيقه الشارم حسب حكاو عديد الفنانين التونسيين انه الشارم تاع المسرح البلدي السورتي خرجت من تونس من شارع الحبيب بورقيبه حتى الهوني. في الافتتاح فيلم زهره حلب لرضا الباهي بطوله هند صبري وهشام رستم وبرشا زاد وجوه فنيه جديده. الفيلم يحكي على اون فام تونيزيان، معناتها تونسيه مناضله مكافحه اللي مشات تتفركس على ولدها اللي اضطر في تونس الهوني بعد دونك مشاكل عائليه. هوني بحثنا زاد من خيره المخرجين التوانسه جودي بيان، على خاطر اصغر مخرج في العمر بحذايا مهدي هميلي اللي نحكيه معاه على الفيلم نتاعو تيلا مونامور اللي داخل بلوتو ان شاء الله ياخو ان شاء الله الجائزه الاولى بوركوا با. تيلا مونامور يحكي لنا عليها مهدي الهميلي. مرحبا مهدي، تفضل معي. تيلا مونامو هو فيلم طويل الاول نتاعي انا من كتابتي واخراجي، بطوله غانم الزرلي، نجا بن عبد الله، فاطمه بن سعيدين وعديد من الممثلين الاخرين. فيلم صادق برشا، تعبت فيه عامين وانا نخدم عليه، حبيته يكون صادق سانسير، يحكي على قصه حب اللي صارت في ايامات الثوره بين تيلا والقاسرين. فيلم فيه طرح مغاير، فيه سينما تونسية جديدة في التصوير، في الكاميرا، في إدارة الممثلين، في الوجوه الجديدة اللي قاعدة تمثل توا. جو بونس جمهور يستنى فيه برشا، وإن شاء الله جمهور يكون في الموعد. أنا ساتيسفي اللي الفيلم هذا في المسابقة الرسمية، خاطر جي سي سي هو أهم مهرجان في العالم بالنسبة لنا احنا، خاطر كلنا كنا في الافتسيا، كلنا خدمنا في جي سي سي، كلنا يعني فرحانين أن يبدأ عندنا فيلم في المسابقة الرسمية، وإن شاء الله إن شاء الله المهرجان يكون هاي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. غانم الزرلي قال اللي أنا عملت الجو داكتور معناتها، وقلت كان صعيب برشا معاكم في البلاتو ولا لا؟ صعيب ما القصة بيش ما تروحها بالكل، احنا صعاب مع رواحنا في التعامل مع الفكرة اللي هي عن اعتقاد راسخ انها هي مهمة جدا ان تحكي اليوم، لانه من منطلق التزامنا بحبنا لبلادنا واللي كان يحكي عليه مهدي لي جي سي سي اللي تلم السينما التونسية، مهم برشا ان اليوم احنا كوم ديجا نحكيو حكايات اللي ما تحكيتش على حاجات تخص توينسا الكل. اليوم في كومبيتيسيون اوفيسيال، معناتها شنو جديد اللي نجم يطرحه تيلا مونامور؟ تيلا مونامور يحكي على الاحداث الغامضه اللي صارت في تونس في جان في 2014 بشكل شاعري، بشكل مختلف تماما ما تحكيش به قبل، لانه لي فيرسيون نسمعوا فيها هي اكثر سياسيه، تحليلات مختلفه مرتبطه برشا خذات اخرين، احنا متجردين من هالخذات هذه الكل، نحبوا نهديوا للتوانسه شويه فصحى هكا تبعدهم شويه، تخليهم يحكموا باكثر موضوعيه اللي يحصل وقتها من خلال قصة حب تصير في تيلا والقاسرين وقت الأحداث هذه، قصة مناذل ومناذلة أما يعيشوا قصة حب مختلفة القصة على كل ما تحكيه على الأحداث هذيك. هو الحقيقة زادة فم الحاجات اللي ريناها جديدة، ممكن الليغانس اللي موجودة في الجي سي سي وقاعدين نشوفه معناتها في وجوه برشا نعرفوها، وجوه برشا ما نعرفوهاش، ما نعرفش شنو تعليقكم على الجو الجديد اللي موجود في أيام قرطاج السينمائية. والله ريت برشا وجوه نعرفها، وريت برشا وجوه ما نعرفهاش. فبو تابيروج نعرفه في أي مهرجان في العالم، تابيروج حاجة فرصة باش الناس تنفس شوية، باش الناس تعمل شوية تساوي، باش الناس توري روحها شوية. أنا بدي ريت شوية ممثلين أصدقاء مخرجين عندي برشا مريتهمش. بون صحيح فما بون ديما شبونس لبلادنا في حاجة شوية فرحة وشوية جو، خاطر ظروف كانت صعيبة سنة، والسينما هي احتفال وهي حب الحياة، يعني ماهيش كوبي وماهيش جينيا، ففرحانين وكاو. شكرا لك، يعطيكم الصحة الأولاد وبالتوفيق، وإن شاء الله نشوفوا الفيلم نتاعكم إن شاء الله. ولا نرجع لكم للمنى، دونك هذه أيام قرطاج السينمائية اللي بدأت اليوم تتواصل حتى النهار 5، برشا أفلام توانسة، دونك إن شاء الله نرجع لكم في مواعيد أخرى. وتحية سينما على قناة نسمة، قناة العائلة. شكرا لك مبعوثنا أمين الضبيبي، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات.